استاذ عبد الحكيم، الاهلي هل بيجهز نفسه من دلوقتي لشهر يناير بعض التدعيمات؟ جدا وشغالين جدا 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 هو جدا الاهلي وشغالين. بالقائمه اللي احنا عمالين نشيد بيها دي محتاج حد؟ ما دي استراتيجية انك بتشتغل ما بتشتغلش نظام شغل بقى اللي هو اصلا انا محتاج لاعب في الفترة اللي جاية فخلاص، لا ده سيستم. طب هقول لك على حاجة، قول. كولر اتفق هو مع كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب ان في شهر يناير فترة بطولة افريقيا هيصعدوا من 8 ل 10 لاعبين من الناشئين يكونوا موجودين في الفترة بتاعة بطولة افريقيا يتمرنوا مع الفرقة، عشان من شهر 4 اللي هيبقى فيها ضغط مباريات الدوري اللي هيتلعب الدور الثاني كله في شهرين يكون اللعيبة دي موجودة معاه لو احتاجهم في اي وقت. ده من ضمن الخطه اللي شوف مثلا انت بتتكلم من النهارده في فترة التوقف بتاعت بتاع المنتخب بطوله امم افريقيا افريقيا. في شهر 1 في مهاجم، اول مره الكلام ده حد يعني يعرفه، مهاجم مولد 2004 مع كولر بيتفرج عليه وبيتابعه دلوقتي دلوقتي يتم قيده تحت السن. تحت السن مولد 2004 وكولر اللي يعني اللي متابع الراجل مع نفسه مش حد مش يعرف، لجنة سكاوتنج، كولر مع نفسه متابع الولد ده تمام مولد 2004 ده افريقي ولا ايه؟ بغض النظر مش بس حابب هو مولد اتوقف. 2004 اوكي بيلعب في الاهلي يعني ولا لا؟ بره ده كولر بيشوفه، اجنبي مهاجم اجنبي اجنبي مهاجم مولد 2004 كولر بيشوفه دلوقتي وبيتابع الولد دلوقتي، ومن هنا لحد شهر 10 او شهر 11 هي يعني هو هيبلغ اداره النادي لو اوكي خلاص اوكي. واللي انا عرفته من الناس يعني المرشح للاعب لكولر ان الرقم بتاعه مش كبير، ومهاجم مولد 2004 مهاجم كويس جدا جدا. ده كولر انا مهتم براهن، بيه بص حاليا انا بتحدى في الموضوع ده الاجنبي ده. انا بتحدى في الموضوع ده، مفيش حد في الاهلي عارف عمره، مفيش حد. كريستو مواليد كام؟ كريستو مواليد 2003 2003 اتلغى البند ده. بند ايه؟ بند جزئيه ان انت 3 او 5 اتلغى، لان انت لغيت مسابقه جزئيه ان كانت تحط واحد وواحد وواحد. مسابقه 2001 لما اتلغت اللائحه السنه دي بتاعت اتحاد الكوره بتاعت القيد ما فيهاش حته انك لازم تحط واحد 3 او واحد 5. بمناسبة كريستو بس انت اجتهدت طبعا وجبت المعلومة. أوكي. احنا عندنا الناس هنا بتكتب من غير ما تقول. كيف تعير كريستو وانت عندك 7 اعارات اصلا؟ صح، ما ينفعش. انت صح طلعت كل الاعارات، انت اللي عرضت ده، انت رجعت قطعت طبقا للائحة اقصى عدد 7 صح؟ ده انت قطعت عرض بوستانجي لسموحة بعد ما خلصت، عبد الله بوستانجي مدافع مواليد الشباب مدافع فريق الشباب مواليد 2005 قطعتها عشان طلع رأفت خلي زيد. عندك رأفت ومحمد اشرف في زيد، عندك محمد بس ياسر. الناس ربما كانت بتتكلم على شراء مش اعاره بالنسبه لكريستو. ازاي يعني انا لو بقى جايبه ب 900000 دولار 800000 دولار من سنه وافكر ابيعه؟ هل ده منطقي؟ لا مش منطقي. مستحيل طبعا. فانا بقول لك انا بس باكد على المعلومه اللي انت كانت ناس بتتكلم من غير ما يبقى عندها تفكير. اذا الاهلي يقترب من مهاجم اجنبي في شهر يناير؟ لا مش يقترب، تحت السن مش يقترب. امال الراجل بيتفرج على واحد مواليد 2004 تمام، هو حد قريب منه اللي جابهوله. الاهلي هيفكر فيه الله اعلم، بس انا بقول لك الراجل بيتفرج عليه وبيتابعه. وانا واثق من المعلومه دي زي ما واثق من كنت معلومه ان هو جاله عرض من الشباب. أوكي. كمان الاهلي وده معلن الاهلي بيجهز ان يجيب واحد يبقى مع علي معلول كظهير ايسر. وارد يكون في مساك مثلا الاهلي بيشوف، وارد برضه ده كل ده مطروح. هو السؤال بس يعني بس لو مساك اجنبي هيبقى صعب، انت عندك لا مش اجنبي محلي الحته دي. هل يعني انت لو جاب كريستو، لو جاب المهاجم ده وكريستو دي تمشي لائحيا؟ هي ما انت ليك 3 تحت السن تمشي. تمشي. ما انت بتقول اللائحه دلوقتي. لا هو قصده في اختلاف الاعمار، يعني كان السنه اللي عدت ان لو واحد تحط واحد تعيد واحد واحد 2001 واحد 2003 واحد 2005 كل سن واحد ما ينفعش تجيب. كان قلت ده هل دي لسه قائمه ولا لا؟ بعد ما اتشالت و2001 اتلغت. ممكن تجيب 2 زي ما انت عايز. طب ما بيراميدز عنده 2 2005. طب انت دلوقتي اتكلمت على جزئيه مهمه جدا، بديل لعلي معلول. على فكره الراجل مقتنع بكريم الدبيس جدا. اوكي، وكان سبب من خروج رأفت خليل. هل هتجيب بديل الاجنبي لعلي معلول؟ لا. امال مين البديل المحلي؟ بص عشان نبقى صراحه، مفيش اجنبي هيجي النادي الاهلي. الخمسه اللي عندك دلوقتي تمام كلاس ايه زي الفل ماشي، موضوع منتهي. اوكي، الراجل ده بيشوف الراجل من نفسه. حد عرضه عليه ده على المهاجم. ده على المهاجم انا بتكلم. انت دلوقتي اتكلمت في حته باك ليفت، انت بتشوف حد في الدوري المحلي ربما يظهر قدامك زي محمد حمدي في انبي منور. مفهوم. بتحاول تشوف حد، لو حد ظهر قدامك هتجيبه طبعا. لكن النادي الاهلي مش هيشتغل في في يناير مليون في المية هيفكر انه يجيب حد، وهيجيب واحد ممكن يجيب 2. القايمه عنده 29 لاعب. ممكن في لاعب وارد انه يخرج، وارد انه يخرج في يناير، حمزه علاء وارد انه يخرج. حمزه علاء لا كاعاره او ثلاثي. طب اعاره سوري مفيش اعارات. ما انا بقول لك اعاره او ثلاثي. عقد ثلاثي. عقد ثلاثي. اوكي حمزه علاء عايز يطلع عشان الراجل
هو الحارس المرمى الاساسي في المنتخب الاولمبي المصري الذي هيلعب ما شاء الله عليه بصراحه وعايز يحافظ على فرصته. لا ده يعني هو طلب فهو الراجل عايز يطلع يشوف. بس هي المشكله في حاجه انت هتطلع انا مشيت واحد عشان انت تبقى موجود صح فموتش من اول موسم تمام يعني كنت عملت حساب ان انت طلعت